السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايب قلبي؟ جيجي معاكم، جيجي من قناة وصفات طبيعية مع جيجي. النهاردة هنعمل وصفة جميلة جدا لتبييض البشرة في ربع ساعة. من اول مرة هتشوفي بياض بشرتك بمكونات بسيطة جدا موجودة عندنا كلنا في البيت، مش هتكلفك اي حاجة خالص خالص. يلا بينا هنقول مع بعض مكونات الوصفة بتاعتنا. وصفتنا النهاردة يا حبايب قلبي عبارة عن معلقة واحدة من بودرة التلج اللي هي بودرة الأطفال، ومعلقتين من الكورنفلاور أو النشا، ومعلقة واحدة من حليب ميدو أو أي حليب بودرة. وهنحتاج برضو خيارة هتطحنيها في المطحنة بتاعتك عشان تبقى ناعمة بالشكل اللي احنا شايفينه ده. هتطحنيها زي ما هي كده. ويلا بينا هقولك دلوقتي طريقة استخدامها، يعني هنعملها الاول مع بعض وهنقول طريقة استخدامها. بس ما تنسيش حبيبة قلبي تشتركي في القناة وتفعلي الجرس عشان يوصلك كل فيديوهاتي الجديدة. اضغطي على علامة الجرس واضغطي على اشتراك هيظهرلك الجرس، اضغطي عليه عشان كل فيديوهاتي توصلك اول ما نزلها بإذن الله. يلا بينا هنعمل مع بعض الوصفة دلوقتي عشان نقول استخدامها ازاي وتبقي بيضة زي القمر. اول حاجة هنحط المكونات بتاعتنا، ده اللبن البودرة اللي هو لبن الحليب النيدو المجفف. هنحط ايه المكونات بتاعتنا كلها على بعضها بالشكل اللي احنا شايفينه ده. دي بودرة التلك اهيت اللي هي بودرة الاطفال، معلقة من بودرة الاطفال، ومعلقة من حليب النيدو، ومعلقتين من النشا او الكورن فلاور. هنحط كل مكوناتنا كده زي ما احنا شايفين على بعض بالشكل ده، وهنبدأ نقلبهم مع بعض. وصفة جميلة يا بنات وبتديكي بياض من اول مرة هتستخدميها، هتشوفي بياض ولا بياض القمر ان شاء الله. احنا كده بعد ما قلبناها اهو، قلبنا كل المكونات مع بعض بالشكل ده. هناخد بقى الخيار اللي احنا طحناه زي ما انتم شايفين كده، ده خيار اهو. انا جبت خيارايه غسلتها كويس جدا طبعا وطحنتها في الكبه بتاعتي. لو انت ما عندكيش كبه ممكن تبشريها عادي في المبشره، بس تبشريها بالمكان بالعين الضيقه، علشان انا عايزاكي برضو تبشريها بالعين الضيقه عشان عايزاها ناعمه زي ما انت شايفه كده. هناخد بقى ايه دلوقتي معلقتين او ثلاثة اهو، ولو احتاجنا هنحط تاني. هنبدأ نقلب عشان احنا عايزين القوام يكون كريمي، عشان يبقى كريم اسمه كريم الحليب. هنشوف دلوقتي مع بعض، هنقلبها كويس جدا بالشكل ده زي ما احنا شايفين كده، وهنستمر كده في التقليب عشان يدينا القوام الكريمي اللي احنا عايزينه. حبيب قلبي زي ما انتم شايفين اهو، ادي القوام بتاعنا اللي احنا عايزينه اللي احنا هنفرده على بشرتنا. زي ما انتم شايفين كده ده القوام بتاعي، هنفرده على بشرتنا. بقى طريقة استخدامه ازاي؟ هنغسل بشرتنا طبعا كويس جدا بالمية الدافية والصابون الجليسرين او الصابون الطبي علشان بشرتنا ما تتأثرش بالصابون التاني العادي. وبعد كده هنفرد الماسك ده على بشرتنا وعلى الرقبة، برضو تفرديه على الرقبة هيديك بياض جميل جدا جدا للبشرة. هتسيبيه على بشرتك نص ساعة وهتبصي تلاقيه بدأ ينشف كده، هتفركيه بايديك بحركة دائرية وتفضلي تدعكي تدعكي فيه كده لحد ما تقشريه، وبعد كده هتغسلي وشك بالمية الباردة وترطبي وشك باي كريم او بمية الورد، تعصيه قطنة كده مية ورد وتمسحي بيها وشك. الوصفة دي يا بنات جميلة جدا جدا وهتديك بياض رائع للبشرة. اتمنى تكون وصفتي النهاردة عجبتكم يا حبايب قلبي، واستنوني ان شاء الله في وصفة جديدة. وما تنسوش تعملوا لايك للفيديو، وما تنسوش تشيروه لكل اصحابكم، واستنوني ان شاء الله في وصفة جديدة مع جيجي للوصفات الطبيعية.